بعد عرقلة الحوثيين للمساعي الدولية لإنهاء الحرب، الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تدعو للتعامل مع المبعوث الأممي دون شروط مسبقة. مع اقتراب التنفيذ، تنديد بقرار الميليشيات الحوثية إعدام 9 مدنيين لفقت لهم تهمة الضلوع في اغتيال الصماد. الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني مع اقتراب 5 ملايين شخص من المجاعة. بعد ارتباطه بالأساطير لعقود طويلة، فريق عماني يفك لغز بئر الجن في محافظة المهرة اليمنية. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية. قالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في جبهات مأرب، نجحت خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف في صد هجمات حوثية واسعة في مديرية صرواح ورغوان. وفي إطار المساعي الدولية لوقف الحرب في اليمن، التقى رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن في الرياض مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبيرغ. وقالت السفارة الأمريكية إن رؤساء بعثات الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى اليمن أكدوا دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء نهاية الصراع في اليمن. ودعا البيان الصادر عن الاجتماع الأطراف اليمنية إلى التعامل مع المبعوث الأممي بشكل مباشر وبناء ودون شروط مسبقة، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الحرب يحتاج الشعب اليمني إلى التزام حقيقي بالسلام من جميع الأطراف. قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إن المرجعيات الثلاث المتفق عليها وعلى رأسها القرار 2216 ستظل أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل في اليمن. وخلال لقائه المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبيرغ، أكد بن مبارك دعم الحكومة له وتسهيل مهامه لتحقيق السلام وإنهاء الانقلاب. بدوره أكد المبعوث الأممي أنه سيعمل على إيجاد أفضل السبل لتقديم الجهود السابقة والتغلب على التحديات، كما سيسعى للاستماع إلى الجميع بما يضمن المضي قدما لتحقيق السلام. من جهة أخرى، بحث بن مبارك مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندر كينغ مستجدات الأوضاع وسبل تحقيق السلام في اليمن. وأكد بن مبارك أن الطريق نحو السلام يبدأ بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل، مضيفا أن أفعال الميليشيات على الأرض تعكس بصورة واضحة رفضها لكافة المبادرات والجهود الدولية الرامية للوصول لحل سياسي شامل ومستدام. من واشنطن ينضم إلينا ديفيد بولوك، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. أهلا بك معنا سيد ديفيد في هذه الساعة. سيد ديفيد، يعني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اجتمعت على تسهيل المهمة للمبعوث الأممي، كيف يمكن أن يكون هذا الاجتماع والقرارات التي خرجت هي داعمة بالفعل للتحركات التي تسهم في إنهاء الأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أنه هذا الاجتماع يمثل تقدم دبلوماسي إلى حد ما، لكن المشكلة دائما هي كيف نترجم الدبلوماسية أو الخطوات الدبلوماسية إلى خطوات فعالية في الميدان. وللأسف الشديد العامل الحاسم في هذا المشهد هو رفض الميليشيات الحوثي لأي مبادرات دبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار أو من أجل حل وسط أو حل سلمي
دبلوماسي سياسي للأزمة اليمنية، وللأسف هذا لم يتغير بعد هذا الاجتماع. وأنا أعتقد أنه نحن أمام مرحلة مستمرة للعنف المسلح داخل اليمن بدلاً عن خطوات سلمية دبلوماسية فعالية. هل من أي يعني أدوات يمكن الضغط بها على الميليشيات الحوثية لقبول اتفاق سلام يطرحه المبعوث الأممي، أم سيبقى الأمر مرهون بموقف إيران؟ بالضبط، المشكلة في طهران وفي صنعاء في نفس الوقت. المعنى أنه نحن، أنا أعتقد بصراحة كاملة أنه الميليشيات الحوثي المدعومة من النظام في طهران مصرة على الانتصار العسكري، الحل الأمني كما يسمى داخل أراضي اليمن، بدلاً عن مفاوضات جادة وسلمية، وبدلاً عن الإغاثة أو الحل الإنساني للأزمة الإنسانية، الكارثة الإنسانية عند الشعب اليمني. وهذا للأسف يحتاج إلى محاولات أكثر من دبلوماسية، محاولات أممية من قبل الأمم المتحدة أو من قبل القوات العظمى أو من قبل التحالف العربي والدولي في الميدان. المعنى ضغط عسكري أكثر وأكثر فعالي على الميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى هذه المحاولات والاجتماعات والمؤتمرات الدبلوماسية. نعم، طيب سيد ديفيد، يعني كنا نتحدث في الساعة الماضية من عضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، ويبدو بأن الموقف الفرنسي مختلف تماماً عن الموقف الأمريكي فيما يخص مباحثات فيينا، ففرنسا تبحث في النهاية عن مصالحها وتدعو إلى الحوار مع الجانب الإيراني بين إيران والولايات المتحدة. هذا الموقف الذي يبدو بأنه ليس في اتفاق واضح من الجانب الأوروبي مع الجانب الأمريكي فيما يخص البرنامج النووي، كيف يمكن أن يتعزز بشكل سلبي فيما يخص الأزمة اليمنية والموقف الإيراني من اليمن؟ سؤال جيد، الجواب معقد لحد ما. أنا شخصيا أنا أخيم أنه ليس هناك ارتباط مباشر بين الملف النووي من ناحية والملف اليمني من ناحية أخرى، على الرغم من الاثنين مرتبطين بالتدخل الإيراني وطموح إيران للهيمنة في المنطقة. الحقيقة أنه كما أنت ما قلتي، هناك خلافات معينة تكتيكية بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنساوي تجاه المحادثات أو مفاوضات فيينا، لكن الآن في هذه اللحظة هذه المفاوضات مجمدة بسبب الرفض الإيراني لاستئناف هذه المفاوضات. لذلك أنا أعتقد الخلافات الفرنسية الأمريكية ليست جادة، ليست فعالية، رمزية فقط. وبالنسبة لليمن ليس هناك خلافات بين القوات العظمى، كما أنا أعتقد الاجتماع الأخير بين قوات الخمسة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، هذا الاجتماع يمثل نوع من إجماع دولي بالنسبة لضرورية المباحثات مع المبعوث الخاص بشكل جاد من قبل الميليشيات الحوثي، لكن بدون ضوء أخضر من طهران. أنا أعتقد أنه الميليشيات الحوثي للأسف سوف تستمر في الرفض هذه المحاولات الدبلوماسية. طيب ماذا تريد أن يصل إليه الجانب الإيراني حتى يعطي الضوء الأخضر للميليشيات الحوثية؟ هم سيطروا على العاصمة، سيطروا على مساحات كبيرة من اليمن باستثناء ما يحدث في مغرب، عفوا في مأرب وطبعا المنطقة الجنوبية عدن. ماذا إذن تنتظر إيران حتى تعطي الضوء الأخضر للحوثيين؟ الجواب البسيط أنه إيران
بالإضافة إلى الحوثيين أنفسهم، إيران تريد الانتصار العسكري الكامل في اليمن والسيطرة على البلد كله من العاصمة حتى حدود المملكة العربية السعودية وحدود دول الجيران الأخرى. نعم. المعنى أنه السيطرة في مأرب وفي البيضة. نعم. كما نرى الآن المعركة العاجلة في هذه المحافظة اليمنية، والحوثيين وإيران أنا أعتقد بصراحة كاملة لا يريدون حل وسط، لا يريدون اعتراف أو مشاركة في القوة. طيب. نعم سيد ديفيد اليمنية. نعم سيد ديفيد، أنا وقتي جدا انتهى، هل بعد هذا التعنت الولايات المتحدة ممكن تعيد النظر في تصنيفها ميليشيا حوثية باختصار جدا شديد؟ الجواب البسيط نعم، لكن أنا أعتقد بدون تصنيف هذه الميليشيا كمنظمة إرهابية. الجواب البسيط أنه هناك إدراك أكثر واقعي في الإدارة الأمريكية لما كان في الأشهر البدائية منصة جو بايدن. نعم. بالنسبة لطبيعية الميليشيات الحوثية. صحيح. شكرا من واشنطن ديفيد بولوك، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. إلى فاصل. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر، ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية: أهلا بكم من جديد. وسط أنباء عن اعتزام ميليشيا الحوثي تنفيذ قرارات إعدام أصدرتها محكمة خاضعة لسيطرتها بحق 9 مدنيين تتهمهم بالضلوع في اغتيال صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للإنقلابيين، اتهم ناشطون وسياسيون الميليشيات بتلفيق التهمة للمحتجزين وإخضاعهم لمحاكمة صورية. القاضي عبد الوهاب قطران طالب بتوفير محاكمة عادلة للمحتجزين وإيقاف تنفيذ الحكم الذي وصفه بالسياسي، مضيفا أن الحوثيين يسعون بتنفيذ الإعدام المقرر السبت إلى التغطية على المجرمين الحقيقيين على حد قوله. كما وصف عضو البرلمان في صنعاء أحمد سيف حاشد الأحكام بأنها غير دستورية وغير قانونية، مضيفا أنه من كان يتحجج بصدور أحكام سياسية في السابق بات أكثر انتهاكا للقانون. من القاهرة ينضم إلينا وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي. أهلا بك معنا سيد فيصل. يعني بين حين وآخر نسمع عن صدور إعدامات معينة بحق نشطاء، بحق صحفيين وما إلى ذلك، يعني تلفيق التهم أصبح أمر سهل بالنسبة للميليشيات الحوثية، هذا ما يقوله الواقع، ولكن ماذا عن وزارة العدل؟ ماذا عن القانون؟ هل أصبح القانون والعدل مسيس في اليمن إلى هذه الدرجة؟ أحييك والمشاهدين الكرام. الحقيقة أننا في وزارة العدل وكذلك مجلس القضاء الأعلى سعينا منذ البدء إلى عدم تسييس القضاء والحفاظ على كتلته
يعني كمتماسكة باعتباره خيارا للمواطنين، وحتى تكون العدالة بعيدا عن التجاذبات السياسية، لكن للأسف الشديد ميليشيا الحوثي لم تبقي شيئا إلا سطت عليه، قامت بتغيير كل القيادة القضائية سواء في مجلس القضاء الأعلى أو في المحكمة العليا أو في مفاصل القضاء، وأول هذه المفاصل هي المحكمة الجزائية المتخصصة، وكذلك النيابات الجزائية المتخصصة، حولتها إلى أداة للأسف الشديد تشرعن لها القتل، وبالتالي مجلس القضاء الأعلى سحب منها هذا الاعتراف. لم تعد هذه المحاكم تخضع للقضاء اليمني، وليس ضمن يعني المحاكم التي تقر أحكامها، وبالتالي كل ما يصدر عنها هي عبارة عن قرارات سياسية وليست أحكام، لا يمكن أن نطلق عليها أحكام، وبالتالي كل ما سينفذ تبعا لهذه التوجهات ستكون قرارات قتل خارج نطاق القضاء، خارج نطاق القانون، وهذا الأمر من خلالكم نوجهه إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان وكل المعنيين بمسألة حقوق الإنسان، لأن المواطن اليمني للأسف الشديد أصبح بالفعل يخضع لقرارات ميليشياوية لا تعبر عن القانون، لا تعبر عن العدالة مطلقا. هذا الأمر حقيقة يجب أن يتم تداركه، لأننا كما قلنا منذ سنوات قرر مجلس القضاء عدم الاعتراف بهذه المحاكم، لأن ميليشيا الحوثي يعني كما سبق ويعني كررنا أكثر من مرة بعد سيطرتها على القضاء قامت بإصدار قرارات بإعدامات للسياسيين اليمنيين، سواء رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، أعضاء البرلمان بكاملهم، السياسيين، العلماء، الأطباء، الصحفيين، المواطنين، كل من يعترض نهج هذه الميليشيا صدر في حقه يعني قرارات سياسية بالإعدام، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه الأداة الميليشياوية الحوثية. يعني لا تستغربي إن وجدت صدور حكم في أو قرار، أنا مصمم على تصميمه قرار سياسي في يوم وليلة، وبالتالي حقيقة هؤلاء المواطنين يجب أن تنتفض لأجلهم حقيقة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. نحن في يعني وزارة العدل كما كررنا ومجلس القضاء لن نقر حقيقة بهذه الإجراءات وهي باطلة بل ومنعدمة مطلقا. لماذا لم تحرك الآن صدر قرار حقيقة عن 5 منظمات حقوق إنسانية؟ أنا هذا اللي كنت تدين هذه الأفعال. نعم طبعا. المنظمات الحقوق الإنسانية التي تدين هذه فقط إدانة لا يمكن إيقافها، يعني أرواح ناس يعني كذا تروح هباء منثورة؟ هذا سؤال غاية في الأهمية. بالمناسبة الإدانة التي صدرت هي عن منظمات حقوقية يمنية حتى هذه اللحظة، هي 5 منظمات أدانت هذه الجريمة وتعتبرها بالفعل قرارات قتل، لأنها حسب رأيها لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة منظمات العادلة يمنية. طيب ماذا عن المنظمات الدولية؟ ماذا عن المنظمات الدولية؟ المنظمات الدولية للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم نر لها موقفا حقيقيا، خصوصا وقد تم محاكمة العديد أو إصدار قرار إعدام بشأن صحفيين، بشأن سياسيين، بشأن أشخاص مدنيين لا علاقة لهم عمليا من الناحية العملية بمسألة الصراع بين الأطراف أو الحرب، كلما هنالك أن لديهم آراء، ومع ذلك لم نرى ذلك الإدانة الحقيقية. لم تتمكن حتى هذه اللحظة الصليب الأحمر من زيارة طيب المختطفين والمعتقلين، ولا زيارة السجون للمعتقلات. طيب سيد فيصل، هذا ما يحدث الآن بالنسبة للنظام القضائي والعدلي في المناطق تحت سيطرة الميليشيات. طيب ماذا عن المناطق المحررة؟ كيف يتم التعامل مع قضايا مثلا وشيكة، قضايا خيانة، كيف يتم التعامل معها في المناطق المحررة؟ إذا تقصدين المتعلقة بانتهاكات ميليشيا الحوثي إذا قدمت إلى محاكم إلى المحاكم في المناطق المحررة؟ لا أنا مو هذا قصدي. أنا قصدي الآن المنطق اليمن يبدو بأنه في انقسامات من ناحية تعليمية، من ناحية أفكار أيديولوجية، طيب من ناحية قضائية كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا؟ إذا أخذنا من هذه القضية قضية خيانة أو ملفقة، كيف يتعامل معها مثلا في المناطق المحررة؟ كيف القضاء يحكم فيها هناك باختصار؟
نعم، مثل هذه القضايا في الأساس تتولى التحقيق والاتهام فيها النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات من قبل الأمن، وهو المختص بهذه الأمر، ثم يتم تقديمها إلى المحاكمة لتستمع للأطراف، يكون هناك دفاع ومحاكمة عادلة وضمانات لهذه المحاكمة. نعم، شكرا جزيلا وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، شكرا لك. بعد قرون طويلة نسجت خلالها الكثير من القصص والأساطير حول بئر برهوت بمحافظة المهرة اليمنية، نجح فريق عماني في فك لغز ما يعرف ببئر الجن بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والسلطات المحلية. الحفرة الغامضة التي تبلغ فوهتها 30 مترا وعمقها يصل إلى أكثر من 112 مترا، قال الفريق العماني إنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الترسبات الكهفية، وتعيش فيها مجموعة من الكائنات الحية كالأفاعي والضفادع والخنافس، كما تنبثق المياه من جوانب الحفرة على عمق 65 مترا لتكون شلالات بديعة تتباين غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها. إلى اللقاء.